هنقعد نشتغل لغايه ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. احنا طبعا احنا بادئين بالطول، احنا نوصل للعرض اللي احنا عايزينه وكفايه كده. تمام. عايزه تبداي بالطول بالعرض وتعملي هتبقى شكل الغرزه مختلف تماما. احنا كده بادئين بالطول وعاملين العرض بتاعها سهله وجميله. ابتدي بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم حبيبتي في فيديو جديد من قناه. وحاسه النهارده ان شاء الله معانا كوفيه جميله بغرزه متماسكه وسهله جدا. تكرار سطر واحد بس، هو سطر واحد بس هتكرريه هيعمل معاكي غرزه متماسكه. بصي متماسكه وجميله وبتخلص بسرعه ما شاء الله، يعني انت في كام ساعه تقدري تخلصيها بسرعه. الكوفيه دي خدت شالتين الا بس، هي عريضه وطويل. عرضها 15 سنتي، مش عايزه توضح اهي، وطولها استنى بقى طول عدت ال 180 سنتي. تمام. انا مقسمتها بالنص عملت معايا امسحها طب النص بقت 91 سنتي، هتعمل كرر مرتين تبقى اكتر من 180 سنتي. سهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده. اي خيط متاح عندك واي ابرة مناسبة ليه وهتعملي الغرزة دي تكرار سطر واحد بس، غرزة متماسكة زي ما انت شايفاها سهلة وسريعة. يا رب ان شاء الله تعجبكم وتكون سهلة عليكم. نبتدي بسم الله. بسم الله. عشان اعمل كوفية او شال انا هختار اي خيط متاح عندي واي ابره مناسبه لي. انا مختاره خيط كارما او خيط برنسيس او خيط كلاسيك او اي خيط متاح عندك، وهستخدم معاه ابره رقم 4 ملي متر. اي خيط ده متوسط السمك مكتوب عليه 4، اي خيط بيبقى مكتوب عليه من الظهر يا اما بيبقى مكتوب رقم الخيط 4 يا اما بيبقى مكتوب لك، ودايما في الغالب بيبقى مكتوب لك مثلا ال 100 جرام بيساوي كام متر، مثلا 250 متر، يبقى ده متوسط السمك. لو قال لك ان هو بيحتوي على خيط اكتر يبقى ده رفيع، لو خيط لو عدد امتار اقل يبقى ده خيط سميك. فهمتي؟ بس ايا كان انت الغرزه دي تنفع مع اي 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 خيط متاح عندك. هشتغل مضاعفات رقم 2 وهو السطر الاولاني، وبعد كده هنشتغل عادي خالص، مش اسمها ايه، مش هنعمل تكرار اي حاجه تاني. هنعمل عقده بدايه واشتغل مضاعفات رقم 2 1 2 1 2 1 2 لغايه ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا هشتغل بالطول 180 سنتي او مترين ايا كان. هتشتغلي سلاسل لغايه ما توصلي مثلا ساي لمتر او متر ونص او اللي انت حباه علشان تعملي الطول بتاع الكوفيه او الشال. يعني انت هتشتغلي بالطول مش بالعرض. عايز تشتغلي بالعرض هيديك شكل تاني بس برده هيبقى شكله لذيذ. انا لسه شغاله بالطول. هسيب اول حلقه من بعد الابره وهدخل في تاني حلقه واخد لفه واعمل غرزه حشو سلسله، هسيب غرزه وحشو في الغرزه اللي بعديها سلسله، هسيب غرزه وحشو في الغرزه اللي بعديها سلسله، هسيب غرزه وغرزه حشو في الغرزه اللي بعديها سلسله، استنى اتعقدت سلسله، هسيب غرزة واعمل حشو في الغرزة اللي بعديها واكمل لغاية ما اخلص السطر. اخر السطر هعمل سلسلة وهسيب غرزة واعمل هنا غرزة، ولنفرض بقى حسب العدد اللي انت عايزاه، ما تعمله مش عدة، هنا اتبقت مثلا عندي غرزة خلاص، هتعملي ايه لو اتبقتش؟ تمام. لو اتبقى عندي غرزة هتروحي بصي بالراحة كده فكاها، انا بس بقولك عشان ايه ما ترجعيش تفكي الشغل كله تاني كده. هي سهلة بس انا عندي عقدة هنا بس خلاص. العدد بتاعك مظبوط وقشطة جدا اهو. السطر خلص. السطر رقم 2 سلسلة وهلف الشغل. هعمل حشو في اول غرزة انا عملتها خلاص، اول فراغ هعمل فيه حشو سلسلة، هسيب الحشو واعمل في الفراغ اللي بعده حشو سلسلة، في الفراغ اللي بعده حشو سلسلة، في الفراغ اللي بعده حشو. على فكرة لو عملتيها بخيط سميك الغرزة شكلها هيبان اكتر. سلسلة في الغرزة في الفراغ اللي بعديها حشو، سلسلة في الفراغ اللي بعديها حشو لغاية اخر السطر.
اخر السطر، عندي اخر فراغ في سطر اهو، هعمل فيه حشو، واخر غرزة هعمل فوقيها حشو برضو. خلاص اهي، هو تكرار نفس السطر، مفيش اي حاجة بالنسبة لي. غيرت الاضاءة عشان تشوفوا الشكل بتاعها. هعمل سلسلة وهلف الشغل. فوق اول غرزة هعمل حشو، هنا عندي في حشو، هعمل سلسلة، هفوت الحشو ده واعمل حشو في الفراغ اللي بعده. فهمتي؟ يعني انت لو لقيتي فراغ هتروحي عامله حشو، ولقيتي حشو تروحي عامله سلسله وعامله حشو في الفراغ اللي بعده، سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، سلسله حشو في الفراغ اللي بعده لغايه اخر السطر. اخر السطر عندي فيه وحده حشو، هروح عامله سلسله، هسيب الحشو دي وهعمل حشو فوق الحشو الاخيره، سلسله وهلف الشغل. حشو فوق اول غرزه عادي خالص، هنا اولي فراغ هروح عامله جواه حشو، يبقى انا اولي فراغ هعمل حشو، اولي حشو هعمل فوقيه سلسله وافوته، سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، وهكذا سلسله حشو في الفراغ اللي بعده لغايه اخر السطر. بدات الغرزه تبان اهي معانا. اخر السطر عندي هنا فراغ وبعديها غرزه الحشو الاخيره هعمل فوقيها حشو، وهكذا لغايه ما اخلص سلسله، هلف الشغل حشو فوق الحشو، عندي اولي حشو بعديها هعمل سلسله وهفوته، وبعد في الفراغ اللي جنبيها هعمل حشو، سلسله وحشو في الفراغ اللي جنبيها، وهكذا. كده عندك دي لو اشتغلتي بالعرض، لو انت عايزه الكوفيه بالعرض ادي شكلها كده بالعرض، لو عايزه بالطول ادي شكلها بالطول اهي. تمام، سهله وسريعه ومتماسكه ومفيش اسهل من كده. يا رب اكون فدتكم وكون سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.